انتحار سجين شنقا بالسجن الفلاحي بتاردانت. موت الحراقة المغاربة، هل هو هولوكوست أم انتحار جماعي بجبال الأمواج؟ انتحار عروس شرقا بضواحي إقليم قلعة السراغنة. انتحار نجمة الكورية سولي. بعد تجميلة على الخطيرة، أسماء حلاوي تحاول انتحار. انتحار رجل مسن شرقا بمدينة طنجة. كان زوجها يعنفها وطلب الطلاق. انتحار زوجها بعد أداء صلاة الفجر. صادم انتحار عروس شابة بعد عقد قرانها في ظروف غامضة. التحقيق في واقعة انتحار فتاة بعد مشاجرة مع أسرتها في الجمالية. شارك في القناة لتصلك آخر هذه المستجدات التي سمعتها الآن.